بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس آخر، وهذه المرة مع شرح لطريقة عمل أو إنشاء قرص وهمي أو نظام وهمي داخل النظام الذي تشتغل عليه. مثلا الآن أشتغل على ويندوز 10 وأريد تنصيب نظام وهمي ويندوز 7. كيف أقوم بذلك؟ باستعمال هذا البرنامج الغني عن التعريف VirtualBox، تجدون رابط تحميله من الموقع الأصلي، موقع رسمي، هذا هو VirtualBox آخر نسخة 5.1.15، هو متوافق مع الويندوز والماك واليونيكس وسولاريس. فإن كنت بالويندوز تضغط هنا إلى غير ذلك. بعد تحميله حجمه حوالي 117 ميجا، نقوم بتنصيبه على هذا الجهاز. اكزيكيتي نيكست. من الافضل عدم تغيير اي شيء، ترك كل شيء على حاله. عندما تصل الى هذه الخطوة، من الافضل ان تقوم بتوقيف الانترنت او اطفاء المودم واكمال انستال. بعد الانتهاء من تنصيب هذه الواجهة الخاصة به مقارنة مع الواجهات السابقة، لا يوجد تغيير كبير. الآن نريد تنصيب النظام الوهمي وهو ويندوز 7. أولا نحضر نسخة ويندوز 7 في سي دي أو دي في دي أو USB، ومن الأفضل يكون USB لأنه أسرع في تنصيب النسخة. ثم نضغط هنا على نوفل أو نيو أو غير ذلك، نختار Type Windows إن كنت تريد تنصيب ويندوز أو لينكس، وهذه الأنظمة المختلفة. نختار ويندوز ثم ويندوز 7 32 على حسب النسخة التي لدي. هنا نسمي وين 7 ثم next. في هذه الخطوة نختار حجم الميموري، فلدي أنا 4 جيجا، فأختار 512 ميجا تكفي. next لا تغير شيء، فتترك الاختيار في الوسط ثم إنشاء. في المكان كذلك لا تغير شيء. next. ثم كذلك في هذه الخطوة لا تغير شيء. ثم هنا اختار الملف اين تريد وضعه، وهو في هذه الحالة الذي اسمه نسيم، فاضغط safeguard، فاضغط على حفظ ثم إنشاء. الآن تم إنشاء المكان وضع السيستم. الآن ما علي إلا الضغط مرتين من هنا أو الضغط على في هذا المكان Start، وتضع السي دي أو الدي في دي في قرص قراءة الدي في دي. الآن تحدد الدي في دي أين وضعته أو اليو اس بي، فهو قام بإيجاده مباشرة في هذه النسخة، يجده مباشرة تلقائيا وهو في البارتيشن F. يمكنني التأكد من هنا إن كان الـ DVD بارتيشن F فعلا
وما لي إلا الضغط على ستارت أو ديماري أو إبدأ. عند البدء الآن يبدأ في عملية الإقلاع من السي دي وعملية تنصيب النسخة. كما تعلمون خطوات تنصيب نسخة الويندوز معروفة للجميع، وهذه الواجهة نقوم بتكبيرها لتظهر بشكل جيد. تتم الآن عملية تنصيب السيستم من الدي في دي. كما قلت، في إن كنت تستعمل دي في دي فيكون التنصيب بطيء نوعا ما مقارنة بمفتاح يو اس بي. هنا تختار نسخة الويندوز 7 في اللغة، تختار اللغة ثم نيكست ثم انستال. في هذه الخطوة نختار نوع الويندوز، فأختار بروفيشنال، نيكست، موافقة على الشروط. ثم الخيار الثاني، في هذه الخطوة إن كان تنصيب نظام الويندوز عادي فستجد في هذا المكان الأقراص أو البارتيشن الخاصة بجهازك، ولكن في هذه الحالة هو فيرتيال أو بارتيشن وهمي، فمباشرة يختار 25 جيجا من تلقاء نفسه من القرص الصلب الخاص بك. فما عليك إلا الضغط على نيكست سويفي. الآن يقوم بعملية التنصيب العادية للويندوز. لم يبقى الكثير، في هذه الخطوة يطلب مني إعادة تشغيل في القرص الوهمي كما قلنا. الآن يقلع النظام بشكل طبيعي وعادي داخل هذه النافذة. طبعا هنا تقوم بإدخال اسم جديد، مثلا سأقوم بإدخال رقم، نيكست بدون وضع كلمة سر، تفعيل النسخة فيما بعد. هنا تقوم بتعديل الساعة والتاريخ، تختار الشبكة Public ثم Next. الآن يقلع بشكل عادي وطبيعي، ونسخة يمكنك استعمالها في الشروحات أو في تنصيب برامج وألعاب على تشتغل على النسخة ويندوز 7. ويمكنك بالعكس، إن كان لديك في النسخة العادية ويندوز 7 وتريد نسخة افتراضية بويندوز 10 فيمكنك فعل ذلك، أو حتى تنصيب نظام لينكس أو الماك، ماكنتوش، والعمل عليهم في نفس الوقت، ولكن بشرط أن يكون جهازك ذو مواصفات جيدة وعالية. مثلا الرام يكون أكثر من 4 جيجا بنظام 64 بت أحسن،
ومساحة القرص كذلك عالية. هذا هو الويندوز ويمكنني العمل عليه بشكل عادي. تعديل في الأخير، إن في حال أردت أن تقوم بحذف هذه النسخة، فتقوم أولا بإغلاق هذه النافذة، ثم تقوم بإطفاء هذا النظام، ثم تعود إلى هذا النافذة كذلك، فما عليك إلى الضغط على Supreme Delete Supreme لفيشي أو حذف الملفات. وهكذا لقد قمت بحذف كل ما تم تنصيبه منذ قليل بشكل بسيط. وتقوم كذلك بنزع هذا النظام، هذا البرنامج من نظامك. إذن في الأخير، إن لم تشترك في قناة النسيم ديزاد هذه، أشترك من هذا القفل. وإلى الدرس القادم، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.